نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة بأسوان، وفيها نتحول إلى الغردقة، حيث وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء مواقفه الإنسانية المشرفة في القضية الفلسطينية ومواجهة كافة المخططات التي سعت لتصفية القضية. وأكد جمعة خلال الكلمات التي ألقاها عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الميناء في مدينة الغردقة بحضور ياسر حماية رئيس المدينة، أكد بأن الجماعات المتطرفة عملت على نشر الأكاذيب والشائعات التي تضمنت تورط مصر فيما يسمى بصفقة القرن، مؤكدا أن الرئيس تمكن من إفشال كافة المخططات وواجه كافة الضغوط الدولية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر واضح وصريح وأن سيناء خط أحمر، مشيدا بذلك الموقف لما له من دور عظيم في الحفاظ على الأمن القومي المصري وكذا الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها. وأشاد وزير الأوقاف بالموقف المصري العظيم برفض عبور مزدوج الجنسية العالقين أمام الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري قبل السماح بعبور المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية لأهل غزة. وفي نهاية اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية خدمة الوطن من خلال الإخلاص في العمل، وقام بتكريم عدد من المتميزين من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيم الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة وسلمهم جوائز مالية وشهادات تقدير. كل ما يتصل بالشأن الدعوي والبناء الثقافي الأئمة، وده ليس اللقاء الأول، سبق لقاء أيضا بتنسيق مع المحافظة، وبنشكر سيادة اللواء ياسر حماية اليوم على تشريف لهذا اللقاء. حقيقة أكثر من معسكر تثقيفي اتعمل، كان من ضمن هذه المعسكرات الاتصال أو التواصل مع السادة المحافظين ليقف الأئمة على ما يحدث على أرض مصر بصفة عامة وعلى أرض كل محافظة، لأن هم لسان حال المجتمع بين الناس، فعندما يقف على ما يتم على أرض مصر يستطيع أن ينقل صورة وطنية صادقة للناس. أكدنا اليوم على توجيه كل الشكر والتحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مواقفه العظيمة المشرفة، سواء في حماية أمننا القومي أم في مواقفه تجاه قضية غزة، وما أكد عليه أن سيناء أرض مصرية خالصة لن تكون وطنا بديلا لاحد، وبحسم وقوه ووطنيه عرف كل ما يتصل بالتهجير، لان فيه مع ما يتهدد امننا القومي ايضا انهاء القضيه الفلسطينيه. وقلنا ان سياده الرئيس بالفعل استطاع ان يفشل ما كان يسمى بصفقه القائد.